الكاظمي بواشنطن، أكبر اللقاءات وأكثر الملفات، وتعد أول زيارة منذ توليه السلطة. قبل ما تصير هاي الزيارة ثارت الجدل بين رافض يحكي وبين رافض ساكت وبين فرحان وما مصدق. ومن صارت البعض قال العراق أصبح ساعي بريد، خاصة من زارنا قائد الحرس الثوري قاآني، والبعض الآخر قال العراق راح ينفتح على أفق جديدة وراح تتغير الخريطة السياسية بالعراق. وفد رئيس الوزراء بواشنطن رفيع المستوى يضم وزير الدفاع والخارجية والنفط ووزراء آخرين، وراح يبحثون عن سبل التعاون بين واشنطن وبغداد في مجال الاقتصاد والطاقة والأمن اللي راح يكون على رأسها، والأهم حسم ملف بقاء القوات الأمريكية في العراق. خل نحكيها بالقلم العريض، ثلاث قوى سنية شيعية كردية، منو موافق ومنو رافض ومنو مؤيد. البعض يقول إذا طلعت أمريكا تستفرد بينا إيران، منا وبدت مشاهد استهداف الأرتال الأمريكية ولتنقل مصالحهم، واستهداف مقتربات مطار بغداد بالصواريخ، وقبلها المنطقة الخضراء اللي صارت أشبه بمنطقة ميدان رمي لصواريخ الكاتيوشا، واعتبرت من البعض ورقة ضغط على الكاظمي. الزيارة راح تحقق نتائج إيجابية وراح توقف الكل عند حدها، لو مثل ما رحنا رجعنا وراح نبقى حائط نصيص ياهل يجي يعبرنا ويتفق بقاعنا لو يعارك بيها. أما الآخر قال هاي أكبر من زيارة وأكثر من ملف، ولربما ستعيق مصالح العراق مع باقي الدول، أي دول تقصدون بيها. زعيم دولة القانون علق على زيارة الكاظمي وقال الأخ الكاظمي راح الآن الأمريكا ينتظرون من عنده أمور محددة، إيش سوت النبيها؟ طلعت إيران؟ إحنا إيران ما عندنا معسكرات إيرانية حتى نطلعها، وعلاقات سياسية. سويت للحشد؟ هل تقدمت في عملية حل الحشد؟ طبعا أردو جمع تصريح، يعني مو أنا أستنتجها وإنما هاي تصريحاتهم، قضية إخراج إيران، قضية الحشد، قضية القوات الأمريكية اللي تعالكم أنت توافق على أن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية. من هذا الكلام وعلى لسان المالكي، أمريكا تطلب من الكاظمي حل الحشد الشعبي وإخراج إيران. عجيب هذا الكلام، كأنه استهداف للكاظمي بصورة علنية وقبل ما تطلع نتائج الزيارة. ليش أغلب الأحزاب الشيعية ما راضي على الكاظمي؟ وللعلم هم اتفقوا على استلام الحكومة الحالية وتحديد موعد مبكر للانتخابات. شو هسه كل شي تغير؟ وعلى قولته بالمثل، كان ويانا صار علينا، والعاقل يفتهم.